نناقش هذه الظاهرة مع السيد ياسر المليكي، محامي ومدافع عن حقوق الإنسان. أستاذ ياسر، أهلا ومرحبا بك. يعني البلد تمر بظروف قاسية، الحرب يعني مستمرة منذ 8 أعوام، لكن هناك تدفق من قبل اللاجئين الأفارقة. يعني ما الذي تقدم لهم اليمن؟ أهلا بك، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. مثل ما ذكرت أن اليمن تمر بظروف إنسانية صعبة، استعصت على الجميع وعلى كل العالم في تقديم المساعدات لليمن، لكن هذه الأوضاع لم تشفع له في أن يستقبل الكثير أو الآلاف من المهاجرين الأفارقة من إثيوبيا والسودان. الحقيقة أن هؤلاء الأفارقة أو هذه الهجرة التي تأتي إلى اليمن لم تكن وليد اللحظة، فهي مستمرة أو منذ سنوات تقريبا، فترة ما قبل الحرب. انقطعت قليلا مع بداية الصراع المسلح، لكن هنالك ما يسمى بتجارة البشر أو الاتجار بالبشر. نعم. هؤلاء التجار منهم يمنيون ومنهم خليجيون ومنهم اثيوبيون، سهلوا مهمة هذا التهريب أو هؤلاء الأفارقة لتهريب إلى اليمن. طيب، التهريب إلى اليمن أستاذ ياسر، يعني التهريب يعني المراد منه الاستقرار في اليمن إن كانت يعني بلد يعني غير صالحة لعيش أبنائها، يعني نظرا لوجود ظروف الحرب؟ يعني هل المراد من هذا التهجير هو الاستقرار في اليمن أم منطقة عبور إلى مناطق أخرى؟ هو بالطبع هنالك الكثير من هؤلاء الأفارقة يعتبرون اليمن محطة عبور إلى المملكة العربية السعودية بالتحديد، لكن البعض منهم أيضا يرغبون بالاستقرار هنا في اليمن، وقد استقر منهم الكثير لظروف متعددة، إما أنهم لم يستطيعوا الاستمرار في السفر إلى السعودية، أو أنهم واجهتهم هنا ظروف قاسية منعتهم من الاستمرار، وكثير الأوضاع. وبالتالي استقبلت اليمن أو استقر في اليمن الآلاف من هؤلاء اللاجئين. الحقيقة أن هؤلاء اللاجئين كما ذكرت لك أن الخيط الأول لتدفقهم هو عصابات الاتجار بالبشر. هذه العصابات تسرق وتستكسب الكثير من الأموال وراء هذا التهريب. طيب أستاذ ياسر، أليس من المفترض أن تكون هناك منظمات أو الأمم المتحدة تدعم يعني وجود مثل هؤلاء المهاجرين في أي بلد في العالم؟ بالطبع، هو أنا تكلمت في البداية عن عصابات الاتجار في البشر، لكن طالما وهم وصلوا هنا إلى اليمن فمسؤولية الحكومة اليمنية سبل الرعاية، لكن تعرف أن الحكومة اليمنية للأسف لم تستطع توفير هذه البيئة للنازحين اليمنيين بسبب الحرب، وبالتالي هي مسؤولية الأمم المتحدة بالدرجة الأولى، المنظمات الدولية. أعتقد أن المنظمات الدولية أغفلت هذا الموضوع، يعني نوعا ما لم تعيره الكثير من الاهتمام، وبالتالي رأينا كيف تدفق هؤلاء اللاجئون أو هؤلاء المهاجرون. وضعتهم جماعة الحوثي في سجون في صنعاء، ووضعتهم الحكومة الشرعية في سجون في مأرب وفي عدن. طيب. وبالتالي أصبح وضعهم مزري في أي منطقة. طيب أستاذ ياسر، يمكن يعني أن يستقرون. يعني كانت هناك ملاحظة، يعني الآن في هذا الشهر كان يعني أكثر من 5000 يعني مهاجر، يعني إذا ما قارنا بالأشهر الماضية كان يتجاوز 8000 مهاجر القادمين إلى اليمن. لماذا هذا التراجع برأيك؟ الحقيقة التراجع من وجهة نظري هو بسبب ما يصل إلى هؤلاء الأفارقة أو من يأتون للسفر أو الهجرة إلى اليمن، ما تصلهم من أخبار في ما يتعلق بعصابات الاتجار بالبشر. أنا قابلت في 2006 تقريبا 50 مهاجر إثيوبي. هؤلاء المهاجرون كلهم يمرون عبر عصابات الاتجار بالبشر. لا يمكن لشخص أن يمر أو المهاجر بمفرده ودليله نفسه. وللأسف هذه العصابات لديها
من الوسائل والاساليب القاسيه والبشعه ضد هؤلاء المهاجرين، سواء الابتزاز المالي، نعم، اضافه الى تعذيب وغيره من الوسائل التي وصلت اخبار هذه الاعمال البشعه، نعم، الى غيرهم ممن يمتنعون الوصول الى اليمن وبالتالي احرموا، نعم، عن الهجره. اعتقد ان إذن هذا هو انا السؤال، وبالتالي اوجه لك تحيه استاذ ياسر على كل هذه الإيضاحات. كنت معي عبر الهاتف ياسر المليكي، شكرا جزيلا لك.